ميتاليك برضو موجوده، وممكن منها المطفي كمان. طب احنا بنتكلم عن الاكسسوارات اللي بتغير شكل اللبس تماما، كلميني اكتر عن الموضوع ده. انت عديتي عليه بسرعه كده، لا كلميني اكتر ازاي اعرف احيي توب او شميز او بليزر ما فيهوش اي حاجه خالص باكسسوري، بنكلس، بحلق. من الحاجات الترندي قوي البولد اكسسوارز. الناس يمكن، وانا بقول برضو مش عشان حاجه، هو ستايل في الاخر، ستايل بيرسوناليتي. يعني احنا عندنا في الستايلنج نقول كل حد عنده شخصيه في الستايلنج. صحيح، انا شخصيتي هاديه وناعمه ومش بحب الحاجات البولد وكده، البس ورده زي دي، احط بو فيونكه. الفيونكه دي مش بس في الشعر، ممكن احطها هنا على شميز. عايز اقول للناس بس ان الدريس ده دريس ساده خالص، ساده خالص، مفيش اي حاجه خالص، هي لابسه عليه الورده دي وفعلا عامله شكله وستايل مختلف تماما، مختلف تماما، حلوه جدا علشان يديني الطابع الترندي. يعني زي ما انت قلتي، هو فستان ساده خالص ما فيهوش اي حاجه، فانا عايزه اخليه مختلف او يونيك اكتر. حطيت الورده وستيتمنت ايرينجز، في حتى نفس درجة الأحمر، وفي أخضر، والخاتم بتاعي فيه أخضر برضه. الأخضر فوق والأحمر تحت عشان أنت عكستي. ما مش شايفة. مش شايفة. لا حلو جدا. فالأكسسوارز، الجزمة، الشنطة، الكلاتشز من الحاجات اللي طالعة موضة قوي، وبتدي طابع كده أنثوي وكلاسي قوي. الكلاتش اللي بتمسك في الإيد بس ولا اللي بيبقى ليها حمالة؟ من غير إيد. الكلاتش دي اللي من غير ايد. الايد الصغيره دي برضو شنط اللي طالعه، الاستراكشرد باكس دي اللي هي بتبقى طالعه حاده قوي كده، يعني مربعه زي الشنطه كنا بنرسمها واحنا صغيرين، زي شنطه مامتك. بايد صغيره، دي برضو طالعه موضه وهي كلاسيكيه اكتر. حلوه قوي. برضو من الحاجات اللي طالعه موضه في الشنط، الحاجات اللي فيها افكار ولعب وستراس وتحسيها دوشه كده، ليها للسن الصغير شويه، تلاقي السن اللي هو تين ايجرز بيحبوا الحاجات دي. فانا بشوف انه الشنطه، الجزمه، الحلق، النكلس، حتى قصه شعرك، طريقه شعرك، السكارف بتاعتك، كل حاجه بتضيف على الاوتفيت بتاعك. اكيد اكيد. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تكون موجوده عندي في الدولاب واقدر استغلها بقى بطريقه صح، اعملها ستايلنج حلو مع الحاجات الجديده اللي ممكن اكون اشتريتها؟ اولا انت ما تستغنيش ابدا عن الشميز الابيض. واتمنى ما يكونش على قدك بالظبط، عشان ما يدينيش طابع كلاسيكي، لانه كل ما الحاجه بتكون على قدنا زي ما انت، كل ما بتدينا طابع فورمال اكتر. صح. يبقى اوفر سايز شويه. ده بقى ممكن البسه مع سكيرت، زي ما انا كنت عامله في الشيرت اللي انا كنت لابساه، ما انا لبسته مع سكيرت. يبقى عندك باب كات او بكم، ده على حسب انت محجبه او لا، او مثلا محتشمه او لا. يعني على حسب انت ايه ستايلك. تمام. بس الشميز الابيض ده حاجه لا يمكن الاستغناء عنها. صحيح. لازم يكون عندك بنطلون يا اوف وايت يا ابيض، واتمنى ما يكونش سكيري ولا لو ويست، لانه بجد الاثنين دول مش حلوين ابدا على اي جسم. يعني ولا عايز اجسام معينه، عايز مواصفات معينه. انا بحس ان اللو ويست ده ولا بودي شيب بينفع معايا، ولا يعني حتى رفيعه خالص. ما هي بيبينها ارفع، ما رفيعه خالص دي، ما هي ممكن كمان يعني مش دايما بيكون احلى. يعني فاهمه قصدي؟ تخيلي لبسي رفيعه بنطلون على قدها بالظبط ولو ويست، ولبسيها بنطلون ستريت ليج وميد ويست حتى، مش هاي ويست، خلاص مش مشكله. شوفي الاحلى، شوفي شكلها وشكل جسمها هيبقى فين احلى. كل ما الحاجه بتكون اوفر ضيقه قوي، مبينه تفاصيل قوي، كل ما بتقل شياكتها، سبيشلي في البنطلونات. الباترنز كمان موضه قوي، ففي مثلا باترنز حاده زي الانيمال برنت، فما تلبسيهوش بنطلون. تقصدي الهدوم المطبوعه او المطبوعه بطباعه الحيوانات، اللي هم يعني الزيبرا برنت، الليبرد، الحاجات دي. دي موضه جدا من الباترنز الموضه. فلو انا هلبسها اتمنى يبقى عندي بس سكيرت. وعلى فكره دي من الحاجات اللي ممكن تبقى عندك عادي في الدولاب، يعني موضتها ما بتبطلش. دايما الاليمنت برنتس موجوده، هي برضو ستايل وستايل كلاسي على فكره. على سكيرت ايه بقى؟ فستان، سكيرت، بلاش بنطلونات، تبقى حد قوي. ايوه صح، ما بتبقاش احسن حاجه. يعني بتقلب، بتفضلي سكيرت اكتر. دراس، شميز، تي شيرت، لكن بنطلون بيبقى ويكون عندك بيزكس. يعني زي ما انت شفتي الفستان الاحمر ده ساده بيزك، هو يعتبر وبكم ويعني اكبر من ميدي شويه، بس يتلبس في اكتر من حاجه، ممكن البسه سواري في كل حاجه في كل وقت. اغير بس الاكسسوارز بتاعتي خليها بتلمع شويه، خلاص رحت بيه فرح. احط اكسسوارز كاجوال اكتر، خرجت بيه.
لبست ممكن البس معاه سنيكرز على فكره ودينم جاكيت خلصنا يعني عارفه بقى كاجوال بقى كاجوال بالظبط. يكون عندك على الاقل الالوان المحايده في الدولاب تكون بيسكس علشان لما اجي اشتري اي حاجه جديده اعرف احطها عليه. طيب ايه اكتر الاخطاء اللي بتشوفيها او بتلفت نظرك سواء لما بتروحي اي مكان او لما تعملي بقى براوزنج على السوشيال ميديا بقى؟ ايه الحاجات اللي البنات بتلبسها او بتعملها بتبقى فجة قوي او غلط او مش لايقه عليها خالص؟ ان انا البس مليون ستيتمنت بيس ان ذا سيم تايم، يعني مثلا ايه انيمال برنت مع بلاوز فيها ورده مع شنطه فيها حاجات كتير مهرجان زحمه ده كده. يعني ابص فين؟ يعني انت شفتي انت اول حاجه لفتت نظرك الورده بس. فهو الموضوع مش كل ما يبقى زحمه كل ما يبقى احلى، بالعكس كل ما يبقى سيمبل اكتر ووظف الموضوع صح اكتر كل ما بيبقى احلى وخاطف للعين اكتر. صحيح. من اكتر الغلطات برضو اللي بشوفها لما بلاقي ناس لابسه باترنز كتير على بعض، انا عارفه انها ترندي وستايلش ساعات سوت بتتباع كده، ما هو نازل لازم يبقى نفس البرنت. وانا افضل لما تكوني شاريه حاجه نفس البرنت افتحي الشيرت اللي انت لابساه، هو حلو على فكره بس لازم يبقى سيم برنت، ما يبقاش زيبرا برنت مثلا مع ليبر او العكس. انا عارفه ان ده موضه بس مش كل موضه بتبقى حلوه، خدي من الموضه اللي بيليق عليكي، اعملي انت الموضه لنفسك بس عشان ما نبقاش كلنا شبه بعض بس. صحيح. طب مين اللي تقدر تلبس برنت على بعضها زي يعني السوت على بعضها؟ الرفيعة قوي نص نص، الكيرفي المليانة، كل الناس تقدر تلبس برنتس. وساعات ما بقول كده الناس بتهاجمني بس بجد يا جماعة يعني كل المدارس بتاعت ستايلنج بتقول كده، بس اختاري البرنت اللي بتليق على جسمك. يعني ما ينفعش انا ابقى مثلا مليانة شوية او مليانة قوي واروح البس برنت صغننه قوي، تخيلي كم الزحمه اللي هشوفها في السوت اللي انت لابساها. لا صعبه بتعمل زغلله طبعا. صغيره جدا، لكن لما اكون رفيعه البس برنت صغير، لما اكون مليانه البس برنت واسعه. يعني دايما انا بقول بصوا لايديكوا، ايديكي قد ايه، خدي حجم بطن ايديكي حطيه في البرنت بتاعك، ده اكبر برنت. ايوه ده اكبر برنت ممكن تلبسيه. مش كبيره قوي. اوكي بالظبط. فدي برضو من الغلطات اللي بنقع فيها ونقول لا انا مش عايزه البس برنت بتخني. لا. طيب خلينا نتكلم اكتر عن اهميه الجزمه، الشنطه، الكلوتش واختيارهم، وزي ما قلتي كده واحنا بنتكلم ان هم بيحيوا الاوتفيت، بيدوا له شكل تاني او بيودوه في حته تانيه خالص، يعني بيخلوه مختلف. طيب. احنا شايفين على الشاشه الكلوتش دي لطيفه جدا. احكي لي بقى دي تتلبس امتى؟ ازاي؟ مع ايه؟ بصي دي شنطه جلد. اوكي. وهي نفسها تكستشرد يعني فيها الخامه بتاعتها مختلفه ولونها يجنن. لو خدتي بالك الموديل لابساها على فستان اسود بس كده، يعني انا حتى لو انا عايزه الون ازاي؟ ممكن احط شنطه ستيتمنت خاطفه للعين مع حاجه سيمبل خالص ساده. حلو قوي فعلا. الشوز بتاعتك تكون مختلفه شكلها حلو، مش عاديه، مش كل الشوز يكون شبه بعض. مهمه قوي زي دي مثلا. شايفه يعني هي ممكن تلبسها بنطلون جينز عادي جدا. الماكسي سكيرت كمان من الحاجات اللي طالعه موضه، عشان بس دي نسينا نقولها، دي مهمه قوي. وممكن جدا تلبسي ماكسي سكيرت مع توب عادي جدا، تحطي شنطه شيك وهيلز زي دي. انا بحب البنات تلبس هيلز الصراحه. حلو قوي. كل البنات تقدر تلبس ماكسي سكيرت؟ كل البنات ممكن تلبس ماكسي سكيرت، بس الميدي بتاثر، القصيره الميدي تاثرها. الماكسي لو لبستي معاها كعب شويه، حتى لو انت لابسه ترينرز او سنيكرز اللي فيها كعب شويه هتطولك. طب حلوه، هتدي شكل حلو. ده ايه؟ دي برضو جزمه عاديه خالص، الكعب بتاعها مريح بس هي الفكره فيها البو. البو طالعه موضه قوي. فانا ممكن حتى احطها في الشوز بتاعتي. انا حاسه الشوز من الثلاثينات. ما هو هي من الثلاثينات فعلا مش كده؟ لا خديني معاكي. تعالي هتلاقيني كويسه في الحاجات دي. واشرحي لي برضو الصوره دي يا ريهام. دي الشنط اللي هي الهاند ميد، الخوص بقى والحاجات دي كلها طالعه موضه قوي في السفر كمان. الكبيره شويه اللي بتبقى خوص او الممسوكه حتى في الايد. دي ممكن اصلا تاخدي واحده كبيره واحده صغيره وتسافري بيهم وخلاص كده.
يعني في الساحل او في السفر عموما الشنط دي بتبقى خطيره حلوه جدا. مش ما بتبقيش محتاجه فرايتي كتير وطالع في الشنط. كمان اللي هي عليها الايفل اي، الطالع اللي هي عليها هاند ميد، طالع كمان اللي هي براندات لو انت بتحبي تلبسي براندات، يعني طالع منها كل الاشكال. شايفه كمان الهاتس او الطواقي برضو ترندي، الخوص والحاجات دي، هل ده بصي حقيقي الطواقي هي كده كده موضه معانا على طول، يعني الطواقي دي على طول معانا سبيشلي في السفر. الترندي منها الكبيره بقى قوي دي اللي هي تحسي ان انت ماشيه بالشمسيه دي، على حسب بقى وشك، يعني ما ينفعش وشك يبقى صغنن وتروحي تلبسي طاقيه قد كده، فعارفه اللي هو انت ماشيه بشمسيه فعلا. ايوه عايزه اتنين يرفعوا معايا من الجنبين كده. لازم تختاري الهات بتاعتك او طاقيتك على حسب اولا شكل وشك، لانه طواقي ليها اشكال طبعا، ثانيا حجم وشك وحجم جسمك كمان. بس ريهام الكلام معاكي ما بينتهيش وما بيخلصش، لانه قد ايه ممتع وقد ايه دايما بنبقى عايزين نستفيد منك، لذلك عايزاكي توعدينا ان انت تاخدينا معاكي مره، احنا عايزين ننزل معاكي مره بكاميرا انت، ننزل نعمل شوبينج ونشوف بنقدر ازاي نعمل شوبينج، ايه الحاجات اللي نجيبها ايه الحاجات اللي ما نجيبهاش، ويعني يلا نشوف بينا. بقى يعني نجرب نعمل التجربه كلها كده لايف مع بعض ونصورها مع بعض.